التدريب اللي هو تدريب عالمي دولي مع خبراء من إسبانيا في ميدان البوغاي. البوغاي اللي هو واحد لار مارسيال، فن من فنون الحرب القديمة اللي جاو منها فنون الحرب من بعد الكاراتيه، تايكواندو، لايكيدو وأسماء أخرى. شرفونا هاد الناس لأن كانوا بداوا معنا هذه 23 سنة، ومن بعد ما جات كورونا وقع واحد الركود، ودابا راه عاد جاو يحيوا معنا هاد الرياضة هذه اللي كتعتمد على الدفاع عن النفس فقط، كتنتظر غير الخصم يهجم وعاد كتطبق الحركة باش تدافع على نفسك. يا صالحة لجميع الأجناس ولجميع الإعداد السنين، يعني أطفال، شيوخ، شباب، جميع الأعمار. باش بدينا في السنوات الاولى كان اقبال كبير، ولكن ملي جات كورونا حبستنا، ودابا كنعاودوا بحال لا كنعاودوا من جديد، وراه كاين محضروا معنا ناس من الخارج. كما تشوفوا هاد الرياضه هادي البوغاي الى انغلوب لي ميور تكنيك دو تو سبور، واخده من جميع الرياضات. ودابا الحصه المسائيه غنركزوا بزاف على التقنيات ديال الدفاع النفس وكذلك ديال المصارعه، لان الانسان تيتوضع بعض الخطرات في وضعيات مختلفه. هاد الناس هادو قدموا الشيء الكثير لهذه الرياضه ولات عندنا معاهم علاقه. ونذكر بان هذه الرياضه هادي البوليس ديال الاندلس كلهم تيديروا هذه الرياضه هادي لانها رياضه شامله. وتحضر معنا كذلك الخبير الدولي السي انوار اللي غادي يتحفنا مجموعه من اللقطات المهمه ديالو، خصوصا حمل الاسلحه الفردي مثلا لي بيستولي وكذلك داك لي زارم. وتتمناو هاد الدوره التكوينيه تطلق بالاخوان